السلام عليكم البنات، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. في فيديو اليوم جيت نناقش واحد الموضوع، راه داير ضجه بالك شفتوه، وراه لي فيديو راه غير عليه ديجا، راه ترند. هو موضوع ملاك جريو والضربه اللي داتها من عند خطيبها. المشكل مش هنا، المشكل الامر زاد عن حده. كي ناضوا واحد المؤطرات ما بغاوش على ملك جريو، ما بغاوش على العنف ضد المرأة. معناها قالت لهم ما تسالونيش، ما تحوسوش عليا، ما تدخلوش فيا، راهي ربي فيا وراهي علم فيا وراهي امو، زعما خايف عليا. في هذه اختي انا غادي نصيحه هاك صغيره لملك جريو، مانيش تاع دخلك يدي خطايا دين ومنك ولعبتها وتعرفي ربي. ما انا يعني كامرأة عادي، يعني نهضر كامرأة ماما، أنا في وجهة نظر تاعي يعني خاصة قبل ما نحكو على سيدي وش ديال سيدي. ملك كي ضربها خطيبها نكرت، قالت نو، قالت ضربني حيط ولا طحت في الدار. ديجا كون ما كانتش عارفة بدي حاجة مش مليحة ما تنكرش، ديجا في الأولى عارفة بدي حاجة مش مليحة وغادي يستنكروها كامل الناس. وهكذا كون بعدها بانت هي الدرجة تهدر الشعب، ماشي الشعب الجزائري فايق، ما تحشي لا شي فايق لك في السما. حنا مانيش ضد الضرب سيدي، ضربك يا اختي بغا يعلمك. حنا في الضرب حتى حنا في الدين يقول لك كي توصل ما تكون ناشز، زعما تفوت لحد وما ديرش عليك وما تقيمكش، تماك تقدر تضربها. بصح واش من ضرب؟ واش مش ضرب تاع يضرب لك عينك، يقلع لك عينك، يزرق لك عينك؟ عينك كان شوفي كان خاصها شويه برك، شويه برك تروح لك عينك. اسكي تروح لك عينك كيفاش غادي ديرين بعد؟ غادي يعطيها لك وسيله؟ هذا هذه حنا اللي ما قبلناهاش، هذه اللي ما بغيناهاش. المره الاولى ضربك ديجا ضربك ما قبلوش، شحال من فيديو ضربك فيها، بصح كان نورمال كشغل الضربه خفيفه كيما يقول لك في الدين، يقول لك بالسواك هكا، بهذاك السواك كشغل هكا حاجه خفيفه صاي مرات تفهم روح. بصح باش يزرق لك عين بنيتي، تعرفي شوفي وين راها بون واصله الضربه قريب لعينك، المهم قريبه يطير بنيتي. تخيلي يروح لك عينك على جال شايله على جال لبسه، وكما نعرفوا حنا مالك لبستها ماهيش الدرجه، ما خرجتهاش عريانه، لبستها شويه كومام، زعما كوحده متبرجه لبستها مستوره على وحده اخرى، كامراه متبرجه مش يقول كحجابه، كامراه متبرجه جامي شفناها معديه لدرجه كبيره. واحد يقول كلمه الحق، ماشي داش تضرب العين على خرجت عريانه، خرجت عريانه. هذا انسان تبان لي مش كيما هاك، مش عارف كيف ترضاي على روحك راجل يضربك في عينك لعينك. يا اخي كون ضربك هاكا حاجه خفيفه في دراعك في رجليك، معليش هذه اللي ما بغاوهاش الناس. يسو كي ضربك اليوم غد، اليوم ضربك في العين غدوة يقلع لك راسك ولا طيرك ولا يذبحك ولا يدير كيما هذاك المصير يذبح مدام تاعك عادي، وانت تقول لا معليش وسمح لي وسير وتسامحنا وراه يعلم فيا. معليش يا سيدي يعلمك، بصح مشي هاكا مش بهذا الضرب، هذا راه ضرب مبرح، الضرب مبرح والضرب المبرح راه حرام، حرام كثر من ذيك التعريه اللي عريتيها بالك. ضد الضرب المبرح، قادر كان قادر يقتلك في هذيك، ما تستهنوش بالامر. هذا اللي بغيت نقولها، وانت حره نبغى يقتلك دروك، احنا ما على بالناش بيك انا، اللي راه باغي يضل وباغي الصوت الله يخلي فيه تهمينيش. المهم جينا في سيليا، سيليا كيما قلت لكم ألف مرة بلي إنسانة ساذجة ما تعرفش تهدر، أنا راني نقولها بغات تحكي الموضوع، تقول تركب الموجة ما تركبش الموجة ما يهمنيش. المهم هي بغات تحكي العنف، بلا كي شافتك تفكرت بسكو سيليا تاني أكثر حاجة، وحاجة السبب الأول والرئيسي اللي خلاها تطلق هو الضرب، كانت دي ضرب من عند محمد في 2018. ما بغاتش كي شافت بالك تفكرت انضرت، ما حبتش قالت جبدت الموضوع، تفكرت جبدت الموضوع وبغات تهدر كيما قالت، مش مليح هدر، بغات ضد العنف عادي. انتي علاه عطات رايها؟ هذه هي مادام تيا كي مخرجه حياتك للعالم، كلنا فينا الحق نهضروا فيك ونهضروا عليك، ما تساليهاش كي ما طلع لها تحكي مثل مخنانه وهضره هذه العيانه. علاه الناس كان عندها الحق،
انا واحدة من الناس استنكرت هذا الفعل. واحد باش يضربه في عينك على خاطرش لبستي جيبة ميني ولا لبستي شورت ولا ما على باليش واش لبستي؟ نو مش كي معاك. وشخصي اي من ناحية الدين، شخصي اي مفتي اي انسان متدين يجيب كيما قلت لك، شخصي اي واحد مفتي صاحب دين امام انتي تختاري تقول يروح عندها يقول لك فوالا ضربت خطيبتي للعين وزرقتها لها قريب نقلعها لها على خاطرش لبست لبسة غير محتشمة. شوف اش يقول له، اش يقول لها نوي مليح راك تعذب فيها، ولا يستنكر هذاك الفعل. بيان سيغ جمع 100% بلي راح يستنكر هذاك الفعل، يقول لها اولا ماشي كيما تصحى ثاني اول مرة تصحى ثاني خطر تصحى ثالث خطر. مرة غير تهددها بالرحيل بركي، تقول لها غادي نبعد عليك صاي، غادي نسمح فيك، غادي نفسخ الخطبة، غادي هي تلبس انا راه غير تخرج غير معاها غير صمدام تهدد لها الجلباب، غايقول لها غادي نبطل عليك دير شي البيع، تقول لها صح المهم تقعد معايا. المرا ضعيفه مسكينه، ما تشي حتى للضرب، ماشي توصل للضرب. هذا تاع زعما شوفوني انا رجله ماشي في الضرب خويا، باش تقولي عنا فيه كان 100 طريقه باش يعلمك من غير الضرب. اما انا بغيتك تهددها برك بالراحيل دير كلش على جارك. والنساء غادي يفهموني واش راني نقول، تفهموني مليح. هذه اللي بغيت نقولها، وان شاء الله كنت خفيفه عليكم، وخلونا رايكم انتم اذكركم معاه ولا ماكش معاه، اذكركم معاه انه المؤثرات كي تدخلوا وهضروا على هذا الظاهره عندهم الحق ولكن لازم ما يهضروش. وقبل ما نكمل خلي لكم الراي تاع ريبيكا وش قالت على مالك جروي. هي قالت بلي كلش تمثيل، ما على بالناش اذا كان تمثيل اختي ما عرفتيش توصلي، ما عرفتيش تمثلي، ما حصل سوء تفاهم. واذا كان غير وانا ما نظنش تمثيل بيسكو عينك لحد الان ما زالت زرقاء، يعني تمثيل كرتي وريتينا بلي هذا غير مكياج ما راش. هذا في اخر فيديو لو كان تحط الباب تلقاو عينيها ما زالوا مزرقين. خليكم مع الفيديو تاع ريبيكا وجهة رايها. نص نص، انا شخصيا ماشي كامل مع موافقتها 100%، لكن احترم رأي كل واحدة. السلام عليكم. رقم واحد ملوكتي ملوكة مليكة لي اعطاها رجلها بوكس، قسما بالله انا نعطيكم الصح درك باسكو شفت بليك الحكاية كبرت. ما ضربها ما مسها ما توشها، انتوما كما جيتوش حمير ونكتة هي تلبس العريان. شتو انتوما ديجا لابسة العريان؟ دايما مسكينة المخلوقة مسطورة. ما وهذاك تاع الضرب هذاك يضرب ما يظلوا كي لي كاناري انسامبل. ما ضربها ما والو، هي بغات تدير فيلم باش توري البنات بلك لازم تسطروا رواحكم كيفاش تمشي مع رجالكم. جات قالت لك تحك لها عينها عماتها. انا نعطيكم الرسمي وقلتها لكم في اللايف لو البارح قبل كاع ما يخرج المشكل هذا، قلت لكم كاين راح فيلم راح يتركب. وزاد قلت لكم البارح اها بصح لي زانفلونسور والله ما رحموها يا يما غولات. انا ضد المراه اللي تدعم الضرب وناناني ونانانا. حبيبتي يا دي فام كي سفو ماساكري تو لي جوغ، يا دي فام كي يمسا ما شيغي. كاين نسا كما يضربهاش راجلها يبردها بتويو ما يتبردش، ما تجيهاش لونفي. هاي نعطيها لك من الاخر فهمتوني. نسا ان 2022 elles ont pas besoin d'influenceuse باش يعرفوا الصح من الغلط. لازم يعني عن جد تكوني هي هون امك وابوك وجدك وابو جدك احمر باش تستنى من ريبيكا ولا من فلتانا ولا من علتانا تعطيها نصيحة اسكو يجب ان اتقبل الضرب. فرانشمان المهم لا علينا، يفو دوموندي فوز اوغي دو لابلي في البريفي وتهضروا معاها في البريفي قبل ما انا ضد وانا ضد. انت يا ضد واش انت يا راجلك ويعطي على بالي بلي كاع اللي يهضروا رجالهم يمشوا فيهم بالكف وبالكتب. لا كنتو تضحكوا فيا كنت تقولي المعنفة. لا الشهيدة.